السلام عليكم الفنان محمد الجم، وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. معك القناة الإلكترونية أب تي في. مرحبا مرحبا بأب تي في. كان تواصلوا معك من أجل تكذيب إشاعات خبر وفاة شخصكم. إيوا خويا، اش غادي نقول لك؟ هذه ماشي سابقة أولا، لأن هذه هي ثالث مرة وما تيديروا هذه العملية هذه، وهذا الشيء عنده مبرر واحد، هو أنه أعداء النجاح. البارح كان عندي شرف كبير كوني أنني دوزوا لي المسرحية ديال جارون جرور اللي قدمتها في المسرح محمد الخامس في هذه 20 سنة. والبارح من بعد العرض ديالها في التلفزيون المغربي في القناة الأولى، خلت واحد الصدى طيب، واتصلوا بي واحد المجموعة ديال المعجبين والمحبين والمتتبعين، من شباب ومن شيوخ ومن جميع أنحاء الدنيا، المواطنين ديالنا في الداخل وفي الخارج، كلهم تيهنيوني وتيقولوا لي على ان هذا النوع من المسرح اشتقينا ليه، ودوزي الامجاد والزمن الجميل، وكاع العبارات اللي ممكن انها تثلج الصدر وتفرح الانسان. إلى أنني أفاجأ في منتصف الليل بخبرين، أنا بعد ما قدمت الفرحة وقدمت سرور للناس وسعدوا في يوم ثاني عيد، لقيت بخبر اللي هو ألمني وألم عائلتي، وهججنا في ذاك الليل واحد النهار كبير. عاود ثاني هذوك المعجبين اللي كانوا كيعيطوا لي بنهار، كيعيطوا بالليل، وكيتصلوا بولادي وبحفادي وتيقولوا لهم ياك لاباس شنو واقع. يعني هذه عملية كنظن على أنها مؤثرة سلبا، لأنه في الوقت اللي أنا كنحاول نساعد الناس، بعض الأذناب ديال ما يمكنش نقول بشر، لأنه هذا النوع من الأذناب ما كيتسببش في البشرية، لأن لو كانوا بشر حقيقة كنا يكون عندهم قلب ويكون عندهم إحساس، يقولوا هذا السيد راه راجل كبير وعنده وليداته وعنده أحفاده، ما عندناش نهجزوه ونقولوا بهذه الأخبار هذه اللي غادي تخلق ليه البالة وتخلق ليه واحد مجموعة ديال التساؤلات داخل العائلة اللي بعاد واللي قراب. فكنظن هادو أعداء النجاح باختصار. هادو أعداء النجاح، كل واحد اللي بغى بلاد، اللي بغى هاد البلد، اللي كان ناجح في هاد البلد ينتظر على أنه غادي يكونوا أعداء كثر، ولكن الحمد لله بالمقابل أن المحبين والمعجبين والمتتبعين اللي تبعوني هذا مدة ديال 50 سنة بالممارسة في المسرح وفي التلفزيون وفي السينما، أنهم ساندوني وعضدوني، ومن هذا المنبر كان حيهم وكان وعدهم على أنني سأثابر وسأكابر على أنني بستمر وبستعطيهم الأحسن إلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى وتطيح الورقة هذه الساعة. بنادم ما عندوش الحق يتخلى، لا مات ولا ما مات ديك الساعة، لأجل كيوفى. فكنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى أن هاد الناس هادو، هاد الناس اللي كيسيئوا للآخر، أنهم ينعلوا الشيطان ويدخلوا سوق راسهم ويعرفوا بأن راه الإنسان راه إحساس، الإنسان راه مشاعر، الإنسان راه كرامة، الإنسان راه احترام، الإنسان راه خصو يكون مجتمعي، ما يكونش للآخر باش هو يدير واحد شيء، واحد الموضة اللي دابا سميتها البوز. هذه راه كارثة، كارثة عظمى تسلطت على هاد المواقع ديال التواصل. شكرا لكم اللي تحتوا لي هذه الفرصة باش نفجر ونقول ما أكنه في قلبي، وكنتمنى من الله، هذه آخر مرة، نسمع بحال هاد الأخبار اللي كتسيء ليا وكتسيء لعائلتي والناس اللي كيحبوني، وشكرا جزيلا. شكرا للفنان محمد الجم.